ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. اختراع. اسمه اختراع يعني شغلة جديدة ما حدا عملها قبلك، ولكل اختراع في حاجة، ولولا الحاجة لما كان الاختراع. وبكتير من الأحيان الناس بتعرف كل حاجاتها، مثل ما أنك تقول لصديقك المريض بالربو والتنبل بنفس الوقت أنه أنت محتاج لهوا نظيف، فرح يطلع فيك ويندهش ويقول لك بمسخرة بالله، ورح يكمل أنه الهوا ملوث وين ما رحت، صار بده طلعة على أرياف. هذا إذا ضل عنا أرياف والوقت ما بيسمح والشغل مقتل بعضه، والأهم أنه ما في همة. آخ لو الواحد يقدر يخترع شي شغلة تنظف له الجو ببيته وبشغله، بيقوله هو عم يتمنها، وبيتمنى صديقك التنبل انه يخترعوا له تخت بيجي لعنده محل ما انه قاعد مشان ياخده على النوم ويغني له يلا ينام عبده، وبيتمنى كمان انه يخترعوا له حمام يجي على التخت ويحممه وينظفه ويفركه ويليفه وينشفه ويسشوره ويوصله على غرفة القعدة حيث الافطار الشهي الصحي اللذيذ بانتظاره والزوجة الجميلة عم تسكب له بصحنه، وبيتمنى انه يجي شي اختراع يغسل له تمه وايديه ويشلفه بلحظة بسيارة الشغل، والشوفير اللطيف اللي رح يفتح له الباب مع انه الاختراع فوته بالسيارة فورا بدون شوفير، رح يبتسم الشوفير مندهشا ويقول يحرق حريشك يا استاذ كيف فتت لحالك، ورح يضحك ويروح على شغله فايق ورايق ومبسوط مشان يبدع. وبالشغل لازم تكمل الاختراعات معروفة، بس ما في داعي لتقديم القهوة بدال السكرتيرة، هون ما في داعي للاختراعات اللي بتختصر الوقت، لأنه هالفصل هو أحلى فصل بالشغل، وهو الفصل الأول اللي بتضمن أحاديث لبقاء وما بتوجع الراس، يعني أحاديث برات الشغل ولعية الشغل عن الأدب والموسيقى والسينما والتلفزيون، حبيب الملايين اللي مات بالمسلسل الله يرحمه، واللي ضل بالمسلسل الله يمد بأمره، وبعدين بيتم الانتقال في المشهد الثاني إلى الأحاديث الاجتماعية. ورح نلاحظ أنه صاحبنا التنبل رح يطلع نصير قوي لتحرر المرأة وضد تعدد الزوجات، بالعكس بيصير مع تعدد الأزواج وبيصير ملكي أكثر من الملك، حتى أنه السكرتيرة بتقول له أنه لازم النسوان يعملوا له تمثال، هون رح يطلع عليها ويقول بيكفيني أن سمعت من تمك الكرز ومن شفايفك الفريز ومن لسانك العسل، وطبعا رح يغط على قلبها للسكرتيرة من شدة الغزل وتقع بالأرض. ساعتها رح يتمنى صاحب التنبل شيء اختراع يودي السكرتيرة على أقرب تخت ممكن، بأقرب مستشفى طبعا وبأحسن غرفة عمليات، ولكم مني التحيات في عصر الاختراعات.